دورك اليوم في الاجتماع اللي منظم الحزب الجمهوري في أرياف، هل أنك تنتظر أنه يكون الحزب الجمهوري خيار آخر أم خيار ثالث، حكم أنه العبيد يحكيوا على نداء تونس وحركة النهضة كزوج تجاذبات رئيسية في الساحة السياسية في تونس، أم أنك تراهن عليه أنه يلتحق بأحد الخيارات باش نكون واضحين أنه يلتحق بنداء تونس باش ينجم يفتك السلطة من عند النهضة؟ أنا اليوم أول مرة نحضر في اجتماع معناتها تبع حزب، وشخصياً أنا كي شفت نداء تونس منيت كونه برشا يلتحقوا له، وأولهم الحزب الجمهوري، دونك ماذا بيا كونه يلتحق مع نداء تونس وباش يكونوا معناها زوز كتل اللي هما النهضة ونداء تونس باش نجموا وقتها ما تقعدش معناها كان هي القوى الوحيدة المتواجدة على الساحة السياسية. الحزب هذا بالبرنامج نتاعو، بالهياكل نتاعو، بالإطارات الكفأة، بالتقاليد النضالية، نجم نقول لكم اللي هو اليوم أفضل حزب في المعارضة التونسية بدون مبالغة. لكن نعرف اللي أنتم اليوم جيتوا ولكلكم معنا في قلبكم حيرة كيف ما في قلبي أنا على مستقبل البلاد التونسية. تونس بعد 6 أشهر من الانتخابات، بعد 1.5 عام من الثورة، مازالت ما وقفتش على ساقيها، مازالت ما بداتش تمشي في الطريق اللي كنا نحلموا به. إيماننا بالطاقات الديمقراطية والوطنية كبير جدا مع بعضنا، السياق تنشوفوها مع بعضنا، الطرق تنشوفوها مع بعضنا، لكن كلنا أحزاب ديمقراطية، جمعيات ديمقراطية مواطنية، مثقفين، أساتذة اللي نحييهم ونحيي وقفتهم اليوم، الكلنا مع بعضنا من أجل تونس وطنية ديمقراطية منفتحة متطورة عصرية منغرسة في تاريخها وحضارتها اللي تعتز بها، ولكن دائما تنظر إلى المستقبل. التجاذبات الأخرى هذه ممكن حبت تعطينا صورة إلى تونس فيها دي بول اللي هما يا إما إسلاميين يا إما تساترة اللي راجعين طبعا مع السيد الباجي قائد السبسي، في حين أنه يبقى الحزب الجمهوري بالنسبة لي أنا الخيار الثالث، واللي إن شاء الله نتمنى اللي يزيد يتوحد مع باقي الأحزاب الوسطية كما المسار كما التيار الإصلاحي اللي إن شاء الله يرجع للحزب الجمهوري، واللي نتصور طبعا ارتكازه على الهوية العربية الإسلامية المشروع المجتمع اللي قاعد يقدم فيه، نتصور باش يعطينا بديل ونتصور المستقبل للحزب الجمهوري، حتى كان مش المستقبل القريب إن شاء الله على مدى متوسط ومدى بعيد الحزب الجمهوري إن شاء الله هو الحل في تونس إن شاء الله. لازم يكون انتروزيم شوية، سينو تونس ما فيش حتى شوية. تعود عليك كمنافس جد على السلطة في انتخابات إذا كان حصل ما بين حركة النهضة تونس تشوف الحزب الجمهوري كخيار ثاني. هو الخيار الثاني يكون الأول، يكون بالو. على خاطر نشوفوا كله دي كومبيتونس، نجموا يطلعوا بالبلاد ونجموا يصلحوا البلاد خاطر حالنا ما عادش تبرع حتى تبرع. والله أنا ماذا بيا وديما نقول لهم نداء تونس، يعني جو سي بور لا كواليسيون دو جمهوري افيك نداء تونس، على خاطر توا نحن محتاجين القوة ثالثة بوم، مي قوة مش نتحداو النهضة ولا باش نقفوا قدام النهضة، مي لازمنا يعني المعارضة تكون تتلمى بعضها. باش نحكي باسم خويا اللي ريتوه العباد الكل، وراو برشا قالوا شنو جاي يعمل هنا، أنا نجم نقول لكم شنو جاي يعمل. هو صار له حادث شغل، وحادث شغل نعرفوا نحن المحاكم تاعنا في تونس على الاقل حبل 3 أو 4 سنين باش ياخذ حقه، معناها الانسان هذاك باش يقعد يستنى 4 سنين باش ياخذ حقه باش يرجع له يديه وساقيه اللي تقصوا. انا نحب نعرف الحكومه هذه اللي موجوده والمعارضين والعباد الكل، ما قلتوا باش تحلوا مشاكل الشعب، ما قلتوا باش تحلوا لنا مشاكل، انا نحب قضيه خويا تتحل. شنو شيء بعمره 20 سنه لا يدين لا ساقين، لا حكومه سالت عليه، لا جمعيات، عندنا 3000 ولا 400 جمعيه لهنا في تونس ما سال عليه حد، ما دار به حد. من جمله الانشطه اللي قامت بهم الجمعيه هذه بعثت 4 من جرحى الثورة إلى مدينة بوردو للتداوي، وبالتالي أن أكد لك بأن المسألة متاع أخوك باش ناخذوها على عاتقنا لإيجاد حل مباشر في انتظار أن القضاء التونسي ينصفه، لأنه حوادث الشغل تعطي الحق في التعويض وفي العلاج، ففي انتظار أن القضاء التونسي ينصف خوك راهو نتبناوها منذ الآن وعن طريق شبكة ألوان تونس بحول الله باش نلقاو الحل، واحنا كيف نعطيو كلمة
ما نوخروش فيها. نجيب شبي حاولت أن نطرح أسئلة على الحاضرين اليوم في الاجتماع. أي بارك الله فيك. أنه هل يراهنوا على الحزب الجمهوري كخيار ثالث نجم يكون خيار جدي على السلطة إلى جانب حكم أنه السائد الآن أنه فما نداء تونس في حركة النهضة، أم أنهم يراهنوا عليه كحزب نجم يلتحق بنداء تونس لي يمثل هكاك قوة نجم تتصارع مع حركة النهضة؟ بالنسبة لك أنت شنو تنجم تجاوبهم؟ الحزب الجمهوري اليوم شنو يمثل بالضبط في الساحة السياسية؟ أنا بالنسبة لي في الحياة السياسية عمره ولا فما ثلاثة خيارات، فما دائما خيارين يختار منهم الشعب واحد من الزوز، كما الكرة ما تلعبش بثلاثة، تلعب كان بزوز. أما كلمة التحاق مش واردة إطلاقا في مخنا، لأنه إحنا حزب نؤمن بأنفسنا، أي نؤمن بأفكارنا ونؤمن ببرنامجنا ونؤمن بتاريخنا النضالي، وعندنا ثقة في انغراسنا في مستوى البلاد. التحالف مع نداء تونس 100%، أما صيغة أخرى غير التحالف هذه غير واردة. كنا نتمنى أن السيد باجي قايد السبسي يلعب دور المجمع للقوى الديمقراطية، لكن هو اختار الآن أن يؤسس حزب، فهو أصبح حزب من الأحزاب الديمقراطية. التعاون معه مطلوب وضرورة، العمل الموحد معه ضرورة، ونحن نسعى لذلك وسنبذل كل الجهد من أجل أن ندخل موحدين للمعترك الانتخابي، لأننا نتقاسم نفس المشروع المجتمعي وما فماش خلافات في البرامج متاعنا، وفما ثقة في شخص الباجي بالأخص، وبالتالي احنا ما عناش خيار ثالث وما عناش التحاق.